يا جماعة حرام عليكم، اقفلوا الشباك اللي مدخل الشجرة اللي هتموتني دي. تشيتشي يا بيبي، ده انا رانيا يا حبيبي مش الشجرة. رانيا بصحيك. رانيا، وايه اللي في ايدك ده؟ وايه انت ملبسة الأوضة اخضر فاخضر ولا ايه؟ ايه رأيك في المفاجأة الجامدة دي؟ هي مفاجأة بس مش لازم تكون جامدة يعني. خص عليك يا عادل، ازاي؟ ده انا شفت في البروجرام بتاع تهليز النباتات ان الزرع والشجر مهم جدا جدا لشجره العائله الكريمه. وفي عيله كريمه ساكنه مع العيله كلها ملمومه معانا هنا في نفس الاصريه. طب ايه رايك بقى ان انا سمعت ان عدم وجود الزرع في البيت بتخلي العلاقات الاسريه تذبل وتفنى. طب وايه رايك ان انا لو ما كملتش نوم انا اللي ممكن اذبل وافنى؟ تصبح على خير. احنا الصبح. قوم. خليكي في حالك يا رانيا. الله، ايه تقصدي؟ ايه يا رانيا بقى؟ ما قصدكيش يا سنة. الله بقى. بحسب. ايه في ايه؟ في ايه؟ عمالين بتخانقوا ليه مع بعض ساعة الصبحية؟ وبعدين ايه ده؟ ايه الزرع ده يا رانيا؟ انت نقلت الزرع؟ لحقتي نقلتيه من الاوضه لغايه هنا؟ ده مش الزرع بتاعي يا حبيبي، دي اختك اللي اشترت الزرع ده كله علشان تقلدني. القلوده. انا قلوده؟ بتقولي قلوده في وش اخويا واقف؟ خلاص يا سناء. اما لو اخويا غايب هتعملي ايه؟ وعباء. خلاص. وبعدين فعلا هي ما عندهاش اي حاجه غلط في اللي بتقول انت. فعلا قلوده سنة. مين قال كده بقى ان انا قلوده؟ ايوه قلوده. ليه ناس يا هانم؟ اما انا كنت بنزل العب كوره وانا صغير وكنت تحبي تقلديني وتنزلي تلعبي زي اجا، هتخانق مع العيال مثلا واضربهم ولا يضربوني، تقوم انت متخانقه معاهم وضرباهم. فاكره ضرباهم عشان بدافع عنك، بحمي عنك. العيال كانت بتضربك وانا اللي بدافع عنك. ده العيال كانت بتحترمك في الشارع عشان انت اخويا. اوعى. عشان اخوك ايه؟ تقول اخو سناء. اخو سناء يا بت بقول لك ايه، ما تضايقنيش وخلاص. انت فعلا قلوده. طب ناسيه لما انا دقني ابتدت تطلع شويه كده وانت كنت مضايقه عشان دقنك ما طلعتش وكان نفسك في شنب؟ انا ايوه. ايه يا عادل بتزعق ليه؟ ماما البيه زعلان وبينصر مراته عليا عشان قال ايه انا جبت زرع. ليه يا عادل؟ ما مراتك جابت زرع. لا سوري، زرع عن زرع يفرق. ماله زرعنا يا حبيبتي؟ خليكي في زرعتك يا حبيبتي. لا 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 لا، هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وانا واقف؟ خلاص مفيش خشه ولا حياة ابدا. وبعدين يا جماعه ما ينفعش الكلام ده ابدا. والزرع اللي انت عماله بتقولي لي حضرتك، مجرد وجود الزرع في البيت بيخلي الحياه الاسريه مش عارف عامله ازاي. فين الحياه الاسريه؟ تعالوا يا رجالات، تعالوا. برافو عليك يا مامي، انقذتيني. خش عليهم. انا جبت لكم شويه زرع كومبلوشن فلوجن، ما شفتوش قبل كده في حياتكم خالص. وكده هيبقى الزرع بتاعي اكتر من بتاعكم في الليشن. وهنشوف بقى زرع مين اللي هينتصر على التاني. ايوه حلاوه شمسنا. عاملين فيها الثلاثي البارح، جايبين تعزيزات زرعيه من بره ولا ايه؟ شايفه يا ماما، جابوا زرع اكتر واحلى من زرعنا يا ماما. ولا يهمك يا حبيبتي، زرعنا ان شاء الله هيبقى احسن. ثانية واحدة. يا ماما ابعدوا. تعالوا يا رجالة. ادخل. حط البتاع هنا. يلا. اتفضلوا. يا بلديون حتى الزرع. بلديون. ده ايه اللي انتوا عاملينه ده يا ماما؟ انت كمان جايبة تعزيزات من برا؟ ده كده بدأت حرب الزرع بقى. ده زرع الغيط كله. وهكذا بدأت حرب البساتين. يالا رمزي، انت قاعد متنح ومغرق الدنيا كده ليه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يالا؟ مش عارف ادولا، الموضوع ده محيرني خالص ادولا. يا ابني انت في حاجه بتحيرك ابدا؟ ده انت اللي محير مصر كلها يا ابني. يا دولا بص يا دولا، انا البصله دي يعني عامه حطيتها في البطرمان دون، وحطت القطنه وحطت كل حاجه دولا، وبردك لسه ما زرعتش. عايز تزرع ولا بتخليها؟ لا يا دولا زرع طبعا يا عم. تخلي ليه يا عم؟ طب وقفل البرطمان ليه؟ يا دولا عشان ما تتسرقش. يا سلام يا ابو الزكاوه كلها، وكنت فين لما ست تماثيل اتسرقوا قدام عينك امبارح؟ خاف على البصله. وبعدين علمك بقى ممكن البصله دي تتسرق بالبرطمان كله. ايه ده بجد يا دولا؟ طبعا بجد يا ابني، ولعلمك عمرها كده ما تزرع. ليه يا دولا ما تزرعش؟ ليه يا عم بقى ما تفولش بقى؟ لانك مش مقشرها يا اهبل، لازم تقشر البصله. يعني فكرك يا دولا لو زرعتها يعني القشره هيطلع؟ هيطلع في دماغك، وساعتها بقى تجيب شامبو وميه نار عشان تتخلص من القشر، مش هتعرف.
لا يا عم ملناش دعوه احنا بالحاجات دي، سيبك من البصله دولا. المهم بقى في دي انا دولا الحاجه اللي مجنناني يا دولا الزرعه بتاعه الحلبه وبتاعه الفول دي، انا حاططها في القطن وحاطط كل حاجه القطن المبلبل كده هون، وزي ما الكتاب بيقول اللي هو كمان باين بشكل ده. ايه كمان باين بشكل ده؟ دولا مكتوب في الكتاب كده هون الزرعتين مرسمين كده وقايلين تحت كمان باين بشكل وسهم. ياه بل كما مبين بالشكل كما مبين بشكل. وكتاب ايه ده؟ كتاب الزراعة يا عم بتاع ياسمين بنتك. ياسمين هي ياسمين السبب في ظهور الزرع في البيت وفي البازار. دول انا خلاص بقى جاتلي فكرة دولا، انا بص بقى علشان الزرع ده يطلع حلو قوي انا هحط على القطن ده مكراكرون ولا سبغ التبغ؟ حط سبغ الجزم يالا. لا دولا ما انا ما عنديش جزم يا عم. طبعا الجزم كلها حطيتها في دماغك. دول انا خلاص يا عم انا هحط بقى كده هون مكركرون علشان بقى الزرعه ما تموتش. ماشي وبقى شيء يعني بص شيل شويه مكركروم على جنب كده هو شويه شاش وقطن هحتاجهم. هتحتاجهم في ايه دول؟ عشان لما تتبطح. هتبطح ازاي دول؟ انا اوريك ازاي تتبطح. تعالى لا دول لا خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي الجنينه بتفتح لحد دلوقتي؟ ويا ترى بقى فين الحيوانات؟ دي باين عليها غابه مفتوحه. بتقول حاجه يا عادل؟ لا يا ست ما بقولش، ويا ترى بقى قطي سبتوها زي ما هي ولا حولتوها لقط الجنايني؟ على ذكر الجنايني فكرتني يا عادل، احنا فعلا فعلا محتاجين لجنايني. لا انتوا مش عايزين جنايني، انتوا عايزين انفار يلموا الدوده يا ماما. ان انت جيت عشان تشوف عمل لاختك الزفته سناء. من غير ما اعرف هي اللي غلطانه طبعا. شكرا. من امتى من امتى وانت بتنصرني على اي حد حتى مراتك؟ انا هقول لك عملت ايه. عارف عملت ايه؟ سممت لي شجره الفيكس بتاعتي الغلبانه. ايه ده معقوله؟ معقوله يا سناء؟ امال هناكل طماطم منين دلوقتي؟ انا عملت كده ليه؟ بعد ما هي شدت شجره ودن الفيل بتاعتي بوظتها لي. لا 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 ما انا عملت كده برضو علشان هي قطعت لي شجره البوتس والياسمين بتاعتي. لا الا شجره الياسمين، ده شجره الياسمين دي الوحيده اللي بتضلل عليا حياتي. حرام عليك يا سناء. حرمت عليك عيشتك. الهبل اللي انت فيه ده والعبط اللي انت فيه من جوازتك من واحده زي دي. بص بقى بصي بقى انا هتكلم بصدر رحب علشان انا جوزي واقفه في حمايته دلوقتي. بصي بقى بتلي اسلوبك المتسلق بتاع شجره اللبلاب اللي بتطلع على الحيطه يا سناء في بيتي. لبلاب؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ ما تفتيش يا زفته. ايوه خلاص خلاص خلاص. وبعدين وبعدين راعوا ان احنا واقفين. لا 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 زرع بتاعتي انا بتاعتي بقول لك بتاعتي انا. لا بتاعتي انا. انا عايزه اعرف بقى انت كنت كاتبه عليها اسمك؟ لا يا حبيبتي بس الزرعه دي خضره لكن انت زرعتك صفرة ودبلانه. بتاعتي انا اللي هاخدها. بقول لك بتاعتي. سيبيها سيبيها يا جماعه يا جماعه. حرام عليك انا اللي هاخدها. البيت كله قنع. هاتي هاتي.